السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب. في هذا اليوم الموافق للثامن من شهر ديسمبر 2018، اليوم الموعود كما يقال الذي سيمنح فيه كل تلميذ جدول الأوقات في إرسالية قصيرة تريده على رقم هاتفه، أو كما قيل على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة. كما علم الجميع أن موقع التسجيل في حد ذاته قد تمت قرصنته، وأردف ذلك بقرصنة موقع توزيع جداول الأوقات، ولا نعلم أين الوزارة من كل هذا التي لم تظهر للعموم أو لتوضح أو تفسر أو تبين مآل ذلك الموقع الذي حددته. هذا إن دل فإنه يدل على فشل في منظومة الإعلامية لدى الوزارة، منظومة أرادت أن تطبقها على البسطاء الذين نهبت أموالهم وسرقت أموالهم من غير لا تسجيل ولا حصول على مستحقات. بل والأغرب من ذلك أن الوزارة هنالك من طلب منه أن يأتي بنسخ من بطاقة التعريف وصور شمسية ولا أدري ماذا مرفقة بوصل التسجيل ويأخذها إلى المعهد. هذا أليس ترسيما بالوثائق؟ يعني لا أعلم لما ابتكرت عملية التسجيل عن بعد هذه، اللهم إلا إذا ابتكرت من أجل نهب المفقرين والمهمشين المساكين. نعود إلى موضوعنا، كيف أعرف قسمي وكيف أعرف جدول الأوقات الذي سوف أدرس هذه السنة بناء عليه؟ المفترض أن يتقبل كل تلميذ اليوم جدول الأوقات على رقم هاتفه، لكن إلى هذه الساعة، الساعة الرابعة مساء، والجداول لم توزع على أي تلميذ. سؤال يطرح، هل أن توزيع جداول الأوقات في إرساليات نصية قصيرة على الهواتف المحمولة، هل هي موجهة لكل أنواع الهواتف؟ سؤال أول، هنالك هواتف إلكترونية، هناك هواتف ذكية لربما تقرأ سياق بي دي اف وورد، وهناك هواتف عادية لا تقرأ، فكيف سيتمكن التلميذ من الحصول على جدوله؟ أولا. ثانيا، هل أن هذه الخدمة ستكون خدمة مجانية، أم كما ذكر في بعض الإشاعات والأقاويل أن كل تلميذ سينخرط في مد الجداول بمبلغ مالي قدره 4 دنانير، وهكذا يتبين بوضوح المغزى من التسجيل الإلكتروني عن بعد، ألا وهو السرقة والنهب؟ أم أن الوزارة ستعمد إلى تصحيح الموقع أو إعادة إنشاء موقع آخر يكون موقعا آمنا ويتحصل فيه كل تلميذ على قسمه وعلى جدول أوقاته المعمول به؟ هذا أولا. ثانيا، المسألة توزيع الجداول، لربما تعمد الوزارة إلى إعادة حليمة إلى عادتها القديمة كما يقال، أي أن الجدول سيسلم في المعهد يوم العودة إلى الدراسة. سؤال آخر، الترسيم ينتهي أو التسجيل عن بعد ينتهي يوم 12 من شهر سبتمبر، ما مآل الذين تخلفوا عن التسجيل لعدم حصولهم على بطاقات دفع إلكترونية أو لعطب في عطب فني في الموقع أو لأسباب أخرى غير هذه الأسباب؟ ماذا سيفعلون؟ ألن يعتبروا مسجلين بالأقسام؟ أسئلة تطرح والوزارة في سبات عميق. من ثمة هنالك رسالة أوجهها إلى الزملاء الأساتذة، هنالك دعوة إلى أن تكون هذه السنة سنة دراسية ساخنة. رجاء لا تنخرطوا في مثل هذه الدعوات، فلتعتبروا التلميذ ابنا لكم، فلتعتبروه أمانة، وإن كان في بعض التلاميذ من يتجرأ على هيبة أستاذه ومن يتجرأ على هيبة مؤسسته التربوية، يتجرأ بعض الأولياء على من يربي ابنهم ويعلمه الخلق. حتى رغم كل هذا نحاول أن نتفهم ونحاول أن نكون نحن الحلقة التي
أرفع من كل الحلقات. نحاول أن نتغاضى الطرف عن بعض الأشياء ونقف صفا واحدا فقط. لماذا؟ لحماية المؤسسة التربوية العمومية، هذه المؤسسة التي تهاجم من كل النواحي. لذا علينا أن تتضافر جهودنا تلاميذا، إدارة، مديرين، قيمين، متفقدين وأساتذة من أجل حماية المؤسسة التربوية العمومية. هذا الصرح العظيم الذي تخرج منه مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من المثقفين، أطباء ومهندسين وأساتذة وغيرهم من المجالات الأخرى. هذه المؤسسة التربوية التي تجد منافسة من مؤسسات تربوية خاصة، النجاح فيها مشبوه في كثير من الأحيان، المستوى ضحل، ونتائج البكالوريا هي خير دليل على ذلك. هذه المؤسسات أبناؤها يتخرجون ويصلون إلى وظائفهم بسبب كما قلت سابقا هذه الأكتاف، وأبناء المؤسسة العمومية يضيعون في غياهب المخدرات وغياهب الفساد وغياهب طبعا الغش واللامبالاة. قفوا يدا واحدة، الجداول يجب أن تسلم للتلاميذ يدا بيد، وعلى الدولة وعلى وزارة التربية أن تظهر لتوضيح الرأي العام، خاصة وأنها جزمت أن نسبة التسجيل الإلكتروني عن بعد سينجح بنسبة 90%، وأنا أجزم أن التسجيل لم ينجح بنسبة 10% فقط. ولولا تدخل بعض المدونين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب لما نجح أصلا هذا التسجيل الإلكتروني عن بعد. على جميع التلاميذ التريث، الصبر قليلا، ووفقكم الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. العمل العمل، والنجاح بإذن الله ليس بشيء مستحيل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشر الفيديو لتعم الفائدة. السلام عليكم وشكرا لكم مجددا.